الاسبوع اللي فات انتقال احمد حجازي، انتقال احمد حجازي للاتحاد السعودي، شايف الانتقال ده ازاي؟ هل ليه تاثير على المستوى الفني لحجازي؟ الدوري السعودي اكيد دوري قوي ولكن لا يقارن طبعا بالبريمير ليج. شايف انتقال حجازي ازاي للاتحاد السعودي؟ يعني خليني اقول لحضرتك شويه من الكواليس. انا كان ليا مكالمه مع حجازي، اتكلمنا شويه مع بعض، لكن كمان كنت كلمت جاري تومسون، وهو من نجوم واساطير نادي ويست بروم، وكان افضل لاعب اعتقد 84 85 كان افضل لاعب في الفريق. بالمناسبه كان بيلعب جنبه مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الاهلي في الوقت ده في ويست بروم، فهو اتكلم، هو مهتم قوي باخبار ويست بروم. فقال لي الكلام في النادي كله انتقادات لاداره ويست بروم على انها فرطت في احمد حجازي. ايوه يعني الاداره الفنيه عمر، ولا مش الاداره الفنيه، انا بتكلم على الاداره، البورد نفسه، البورد نفسه الإدارة. يعني مجلس الاداره هو اللي ضغط، رغم انه لو فاكر قلت مع حضرتك هنا قبل بدايه البريمير ليج مع اول ماتش لويست بروم، سلافن بيليتش هيبقى عنده مشكله لو ما اعتمدش على حجازي. مظبوط. اللي عرفته ان سلافن بيليتش في الاول كان عاوز حجازي يمشي، وفجاه لما لقى النتائج اتدهورت في اول اربع اسابيع زي ما توقعنا هنا، والحجازي لعب وادى المباراه اللي لعبها، فعاوز يخلي حجازي يقعد. هنا الاداره كانت واخده قرارها، وحجازي نفسه على فكره يعني الانتقال تم بسرعه جدا. صحيح. والموضوع ما كانش سهل بالمناسبه، يعني لانه كمان حجازي بالنسبه له هو ما كانش عنده مشكله انه يكمل في البريمير ليج، لان خطوه اتحاد جده انا شايفها ايجابيه بالنسبه لحجازي، لان هو خبراته الفنيه عاليه، حجازي 29 سنه برضه، فخبراته الفنيه عاليه، هو لاعب دولي موجود في منتخب مصر، مكانه محفوظ في منتخب مصر طول ما هو بيأدي وطول ما هو بيشارك. يمكن مشاركات حجازي كانت هتبقى اوكي مفتوحه، وهيبقى عنده فرصه يكمل مع ويست بروم الموسم كله، لكن تدخل الاداره هنا هو اللي عمل مشكله، لانه على فكره هم عايزين يوفروا فلوس. حجازي من اعلى الرواتب في فريق ويست بروم، وهم عايزين يجيبوا فيرويد، لكن فيرويد على حساب الدفاع هتبقى لهم مشكله برضه. يعني اعتقد وهم بيخططوا يعني في البري سيزون اكيد بيقعدوا مع المدير الفني، فاكيد هو زي ما انت قلت هو في الاول قال ممكن جدا طلب هو طلب وقال نوفر فلوس ونجيب فيرويد. بالظبط، قال نوفر فلوس نجيب بيها فيرويد، ده اللي انا عرفته متاكد منه من الكواليس.